ريفيو النهاردة هيكون مسكر خالص، معايا من لاين لطافة عطر يارا، وهكلمكم بكل تفصيل عنه النهاردة واقول لكم هل هو وحش ولا حلو ويستاهل التجربة ولا لا. واول حاجة تعالوا نركز في التفاصيل ونركز في جمال الباكج وازاي الباكج شيك وحاجة قيمة جدا وتنفع كهدية شيك وكمان حلوة جدا لما تتحط على التسريحة بتاعتك. تاني حاجة تعالوا بقى نتعمق في العطر ونعرف مكوناته ونعرف ريحته ايه بالظبط. اولا برفيوم يارا من عطور السويتي جدا، بس مش السويت اللي ضايقك او السويت اللي صدع، هو برفيوم سويتي اللي هو يتاكل. عارفين لما تشموا ريحة الكريمة وانتوا بتضربوها كده بريحة الفانيليا وفي ريحة بسيطة مع الكريمة شوكليت، هو ريحته كده بالظبط. وهو اول ما تشموه بتحسوا ان انتوا شامين تشيز كيك، ريحته حلوة قوي، ريحته شهية، فانت لما بتحطيها كأنك قطعة تشيز كيك كده، ريحة كريمة مع فانيليا مع تشوكلت ميكس خطير. ويصنف برضو ان هو من برفيوم سيكسي، فهو برفيوم سو سيكسي خالص وينفع للعرايس لانه فيه فرمونات اللي هي الجاذبية، في جاذبية، حاجة انت عايزة تاكليها، حاجة انت لا بتجذبك ليها. فالبرفيوم ريحته حلوة قوي وكمان قريبة جدا من برفيوم فيكتوريا سيكريت، يعني قريبين جدا من بعض. اللي بيحب برفيوم فيكتوريا هيحبها، هي واخدة برضو نفس الهدوء بتاع برفيوم فيكتوريا سيكريت بالجاذبية، هي تحس ريحة رقيقة كده وريحة بناتي خالص وفي نفس الوقت فيها نسبة جاذبية كبيرة. بلس بقى واخدة ريحة نظافة بنت عاش رهيبة، يعني لما تشميها تحس ان اللي حطاها قدامك دي واحدة واخدة شاور منتعش كده، حاجة كده ريحة حلوة قوي. ودي حاجة بتميزة، يعني ريحة السويت مع ريحة الانتعاش دي حاجة حلوة قوي. يجي بقى على الثبات، هو ثباته حلو جدا وبالذات وخصوصا على الهدوم، يعني بيلزق في الهدوم. يمكن الجسم اقل شوية ولكن ثباته ممتاز. نسبة الفوحان فيه حلوة جدا، فممكن نقول نسبة الثبات على الجسم نفسه بتختلف من جسم لجسم طبعا، بس ممكن نقول كان مبدئيا يعني من 6 أو 8 ساعات ل24 ساعة. والهدوم لا، ممكن تقعد من حد ما الهدوم تتغسل، يعني ممكن الهدوم تطول معاكي قوي. فمجمل بقى البرفيوم، هو برفيوم حلو جدا برشحه لأي عروسة، ثبات وريحة كويسة، باكج شيك ومحترم، يعني هو برفيوم قيم جدا وحلو قوي وتجربة تستاهل يعني ان احنا نجربه. سعر البرفيوم يارا الاصلي بيختلف من مكان لمكان ومن دولة لدولة، هو معمول عليه عرض ب1400. اي برفيوم من لاين لطافة، اي نوع من انواع يارا سواء رجالي او حريمي، معمول عليه عرض ب1400. كمان في لاين من الاوتلت بيكون سعرها، بتكون من غير بوكس، بتكون سعرها 600 جنيه تقريبا. هسيب لكم لينك البيج لو حد حابب يطلب او حد حابب يستفيد من العرض في اول كومنت في تحت الفيديو. وانا كده خلصت الفيديو، واللي جرب بقى برفيوم يارا يقول لي هل هو عجبه زي ما عجبني ولا لا.